جميعا على الحضور ديالكم في هذا اللقاء. كنشكر السادة المنتخبين، كنشكر جميع الأجهزة الأمنية والصحافة والإخوان كاملين الحاضرين في رأس المسائل الخارجية. المحور ديالنا مهم جدا وعنده علاقة بالتدابير باش ندبروا هذه المشاكل اللي كانوا وقعت ديال إطار الفيضانات الأخيرة، وكذلك البلتان داليخت اللي كاين توقعات اللي جاية، توقعات خطيرة ومن الخميس إلى حتى اليوم الأحد، باش لحقاش وجده كتشوفوها كاينه الشمس ولكن ما كتعرفوش شنو وقع من بعد. فكانت راه التجربه ديال وجده راه معروفه، راه عندنا مناطق هشه وعرفات الفيضانات الاخيره، واحد العدد راه معروفين التاريخ لا في الطرقات ولا في داخل المدينه المشاكل اللي كتعاني منها الساكنه وكيعانوا منها المواطنين فيما يتعلق فاش كتكون فيضانات وكتكون امطار، تساقطات الامطار كتكون غزيره بزاف وما كنكونوش مسلحين لها وموجودين لها. فالهدف من هذا اللقاء هو غادي نعطي الكلمه للسي مدير التجهيز باش يعطينا التدابير ديال الفيضانات على مستوى الشبكه الطرقيه. من بعد غادي نعطي الكلمه للسي الشتوي باش يعطينا التدابير فيما يتعلق بالاوديه وفيما يتعلق بالمسائل كلها اللي عندها علاقه لا بالبراج ولا بالتدابير اللازمه فيما يتعلق بهذه النقطه. التدخل التالي ديال الراديو باش يعطيونا كذلك عرض حول التدابير الذي اتخذوا في اطار تدبير الامطار الغزيره والفيضانات اللي كتعرفها المدينه والنقط السوداء. ونشوفوا النقطه الاخيره هو كذلك نعطيو الاخوان ديال الوقايه المدنيه باش يعطونا كذلك فيما يتعلق بالتدخل. هذا كله باش نكون عندنا واحد برنامج عمل مكثف وتكون لجنه اليقظه 24/24 مع تنسيق مع الساده كذلك يكونوا المنتخبين داخلين في هذا البيسي ديال البريفكتور. راه قلت لك باش ديروا يكون 24/24 ابتداء من الخميس حتى الاحد، هذه هي البيلتان داليخت ماكسي اللي عندنا دابا توصلنا بها. ولهذا راه الاهم في هذا الشيء كله ماشي لي زيكسبوزي، الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق، الهدف من هذا الاجتماع هو خطه استباقيه. راه ما كانش خطه استباقيه راه ما كاين والو، خصنا نعجلوا بلا كان شي حاجه. اللي فقدناه في الواد العطشان كون كانت الاستباقيه كانت كون ما تولناش دوك الناس. دائما التدخل العاجل ونحسوا بالخطر فين كاين باش نقضوا الارواح ونتفاداو. شوفوا شنو وقع في قلميم وشوفوا شنو وقع في المغرب والكارثه اللي كانت وقعت. فلهذا جاونا تعليمات من وزاره الداخليه باش يكونوا دي بيسي بريفكتورو 24/24 وخص التجند للجميع وخصنا نحصيو جميع الاليات اللي عند المقاولات اللي كاين عند المقاولات ولا اللي عند الدوله باش يكونوا تحت اللجنه ديال اليقظه ونكونوا لا في العالم القروي ونكونوا قرابين في العالم القروي. الان عرفوا فين هما النقط السوداء والهشه اللي كاينه في العالم القروي لان كيكون العزله وكنكونوا بعاد في التدخل. دونك خصو يكون عندنا دي بي سي رابروشي في العالم القروي ويكونوا عندنا او نيفو ديال لوربان في وجده وفي نيدرار وفي النعيمه وفي كل شيء عاوتاني دي بي سي او نيفو لوكال باش نعرفوا، وخاصه في المناطق الحساسه اللي كتعرف واحد نقاط خطر. لان غادي نذكروا كذلك على القضيه ديال الايواء، هذه كنطلبها من الناس ديال الكاتب العام باش تشوف لنا كذلك الايواء. الا تعرف الا بقات شي حاجه راه كتعرف السكر راه خصهم فين نحطوهم، كتعرف ربت عليه دار الله يستر ولا وقعت شي حاجه كنبقاو ترفيه في الايواء. دونك هذا الايواء يكون واضح، المراكز ديال الايواء يكونوا واضحين ومعروفين فين نديروا الناس، نحطوها بالبطانيات ديالهم بالمسائل ديالهم بالماكله ديالهم بكل شيء. هذه المسائل كتبان سهله ولكن راه صعيبه فاش كتكون الاوقاف الحرجه حنا نعرفوهم. وعندنا عندنا الحمد لله مراكز ديال الايواء راه مخاويين، راه كاين عندنا مناطق ونقولهم لك راه مخاويين. شوف مع الجمعيه، شوف مع عندنا عدد هذا راه معروفين خصهم يكونوا تحتك في لاكارت، معروفين بلاكارت. داكور ندوزو التليفون عيطوا عليه لا عليك، وهذا الرئيس هو في كل شيء. اجي دوزو لنا يجي يخلط علينا مول التليفون والموضوع. دونك هذا اللقاء كذلك بحضور السيد الرئيس وبحضور السيد المنتخبين، كنت غادي نديرو البارح ولكن السيد الرئيس ما كانش وطلب مني باش ناجلو اليوم باش يكون حاضر معنا لانه عنده اهتمام كبير كذلك بهذا الشيء ديال الفيضانات. وفاش كنت درت معاه كان في البرلمان وكان كذلك قال لي بانه راه خصنا لابد كذلك نديرو هذا الاجتماع وباش يحضر فيه، وكنشكرو على الحضور ديالو معنا. على بركه الله ندوزو للاشغال العموميه الاولى، تدبير الفيضانات على مستوى الشبكه الطرقيه.